دورية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن نحو الشرق، زيارة تترجم الأهمية التي توليها الحكومة للتنمية المحلية بمنح كل ولاية جملة من المشاريع الهيكلية القاعدية تنوي من خلالها الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. ونحن ماضون بتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية في يعني الشق القطر الوطني جنوبا بالسكة الحديدية وكذلك الهضاب العليا بالطريق السريع الجديد إن شاء الله رب العالمين حسب الإمكانيات المالية طبعا. فرجاء يعني أن نستخلص العبر من كل ما يعني مرينا به بالنسبة لإنجاز هذا الصرح العظيم. تعتمد على الهياكل القاعدية كأساس للتنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد ولفك العزلة. فهنيئا لسكان هذه المنطقة وللجزائر على هذا الإنجاز الذي يعني تم بالرغم من كل العراقيل والتعقيدات والتي أتمنى أن نستفيد منها وأن نستخلص العبر. تحسين مناخ الاستثمار التي باشرت به الحكومة وضعها أمام ضرورة إطلاق مشاريع كالخط المنجمي للسكة الحديدية ضمن سياق استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. المشاريع يعني راح تخلق ثروة وتخلق يعني عدة يعني مشروع. لو اليوم يعني نقوم بإنجاز مشروع، هذا المشروع راح يفتح لنا الباب على عدة مشاريع خدماتية وميدانية وتجارية كذلك. اليوم نلاحظوا أنه في عدد من المستثمرين الأجانب اللي عندهم الرغبة وعندهم يعني نفتحوا لهم المجال يعني للاندماج في هذه المشاريع، وراح تكون يعني تعود يعني بالفائدة على الخزينة العمومية. مشاريع بطابع حيوي واستراتيجية ستسمح للبلاد بإعطاء حركية في العديد من القطاعات التي سيكون لها الأثر الإيجابي على اقتصاد الجزائر، خاصة في ظل وجود مشاريع استثمارية كبرى مع الأجانب لا سيما العملاق الصيني.